الموهبة نعمة زرعها ربنا في عقول وأجساد البشر، كل واحد جواه موهبة ويمكن أكتر، إدى ربنا لصاحبها فرصة للإبداع. ونجمنا النهاردة أحد الضالين بموهبته والعابثين بقدراته، موهبة هائلة مرت من بوابات أندية دينامو بوخارست وإنتر ميلان وفيرونا وبارما وتشيلسي ويوفنتوس وفيورنتينا وغيرهم، لكن بخزانة كؤوس فارغة وعدد لا يحصى من الأزمات. أهلا بيكم مع حلقة الرجل الأكثر تهديفا في تاريخ رومانيا، الثعبان على وصف كلاوديو رانيري، وأحد أكثر نجوم العالم فوضوية في التاريخ. مع بداية الألفية الجديدة وتحديدا عام 2003 وصل إلى تشيلسي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، فتح خزينه لاستقدام أهم نجوم العالم، لاعب مهم دفع فيه تشيلسي ساعتها مبلغ محترم ووضعه في مقدمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم. اللاعب ده كان الروماني أدريان موتو. المدرب الكبير كلاوديو رانييري شبه أدريان موتو بالثعبان، شافه دايما ذكي وماكر جدا في الملعب. موتو كان عنده قدرة يختفي طوال الماتش ويظهر بس في اللمسة القاتلة بهدف حاسم. وصف كلاوديو رانييري فكرة التعاقد مع موتو بالحلم بعد موسم كبير عمله أدريان مع بارما الإيطالي وتسجيله 18 هدف. الحلم أوشك على التحقق. طلب السيد أبراموفيتش من رانييري إعداد قائمة باللاعبين اللي عايز يتعاقد معهم. رانييري حط اسم أدريان موتو رقم 1 وبرر ده إنه بطل وشخصية قوية، وأنا أطالب بأبطال وشخصيات قوية في هذا الفريق وهذا المركز. سجل موتو هدف الفوز في مرمى ليستر سيتي في أول ظهور لي، وتابعه بهدفين أمام توتنهام، ثم هدفين حاسمين في الانتصار على لاتسيو وأفرتون. انتصار سريع لفكرة دفع 16 مليون جنيه استرليني في اللاعب، وصعود سريع على القمة، لكن السقوط كان أسرع. بدأ السقوط باتهامات بضرب زوجته السابقة، بس اتطلقوا في النهاية. بعد الطلاق دخل في مشكلة أكبر مع مدرب تشيلسي وقتها جوزيه مورينيو بسبب خلاف بينهم على انضمامه لمنتخب رومانيا، انتهى بإيقافه وتغريمه. لكن الضربة الأكبر كانت بسبب المخدرات، سقوط مخزي في اختبار المخدرات بعد اختبار روتيني في ملعب تدريب تشيلسي، لقوا في العينة كوكايين. استغنى تشيلسي بشكل فوري عن اللاعب بعد 27 مباراة فقط خاضها مع البلوز، وأعلن تشيلسي إنه لا يتسامح أبداً مع المخدرات أو أي اسم دال عليها، منشطات، محفزات، ترويح، كل ده النادي لن يسمح به ولن يكون له مكان بين جدرانه. عقوبة أخرى موجعة لموتو بالإيقاف ومنعه عن ممارسة كرة القدم لمدة 7 أشهر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. موتو أصر على إنه ما أخدش الكوكايين وزعم انه تعاطى فعلا بس مادة تانية عشان يحسن من اداؤه الجنسي. ده حصل بالتوازي مع انتشار انباء عن تواجده في سهرات ليلية واماكن مشبوهة. بعد الايقاف كانت عودة فقيرة لموتو، غاب عنها صخب البدايات اللي شافه في تشيلسي، راح يوفنتوس وفيورنتينا، ووجد نقطة ضوء جديدة صنعها موتو في ايطاليا، اعتبر مدينة فلورنسا موطنه، وأكد أنه نسي تماماً الكوكايين ووقته الحزين في لندن، وأنه لن يعود إليها لو دفعوا له الملايين. سجل موتو مع فيورنتينا 54 هدف في 112 مباراة، لكنه اختار العودة للكوكايين واختار نهاية حزينة لمسيرته. سنة 2010 تم حظر موتو لمدة 9 أشهر بعد إخفاقه اختبار المخدرات الثاني في حياته المهنية، وطبعا استبعاده من النادي، عودة أكثر بؤسا من سابقتها. لعب موتو في صفوف أندية تشيزينا وأجاكسيو وبترولول دون نجاحات تذكر، وتوقف عن لعب كرة القدم سنة 2014. تشيلسي من ناحيته ما اكتفاش بفسخ تعاقده مع اللاعب، لكن رفع قضية للحصول على التعويضات عشان يتحكم لصالح تشيلسي بشكل نهائي في أكتوبر 2018 بأحقيته في الحصول على 15.2 مليون جنيه استرليني من أدريان موتو.
انتهت قصة رجل شاف في وطنه حلم كبير، شاف فيه مدربينه موهبة مختلفة، شافت فيه الجماهير فرصة جديدة للمتعة، وشاف هو في نفسه مدمن كوكايين يقتل أحلام وطنه مدربينه وجماهيره. وفي النهاية هو اختياره.